آخر الأخبار والأخبار الحصرية الإخوان، وشكرا للناس، جزيل الشكر الناس كتخلي لي لايك وجام قبل ما تبدأ تفرج. غادي نشارك معكم فوجة دائما موديل لبي كونترات بزاف عندي أفيلينو وسوندريو، بقى معايا. السلام عليكم، كيف ما شفتوا الإخوان هذا الصباح هذا فرحت بزاف ديال الناس وقالوا لي ياسر الله يرحم لك الوالدين كيف ما فرحتينا، الله يفرحك اللهم آمين. ودابا حاليا عندي معلومات أخرى وكثر مفرحة كثر، وبالنسبة لأخص التوقيت فوجا وأفيلينو وسوندريو توصلت الإخوان بفوجا 40 كونترا اللي خرجت هذا الصباح هذا فوجا، والتوقيت اللي هو طالع. حاول أنك تبارتاجي هذا الفيديو هذا مع الناس ديال فوجا اللي دافعين موديل بي وكذلك أفيلينو وكذلك سوندريو. خبر اللي هو زوين فوجا الإخوان 40 كونترا، منها اسمعني مزيان، منها خرجوا جوج كونترات التوقيت ديالهم طالع 9:17 9:17. الناس اللي هما دافعين قبل من 9:17 هنيئا لكم، راكم داخلين التوقيت داخلين الكوطا، طالب مقبول، خاص غير الباترون يرسل لكم الكونترات ديالكم. الاخوان حاولوا ديروا لي جام وبارطاج لهذا الفيديو هذا مع الناس اللي دافعين فوجا أفيلينو كنتوصل بها حتى هي أفيلينو. نخلي لكم الإخوان الكونترا ديال أفيلينو بالنسبة للتوقيت، أفيلينو كتصدر موديل بي، أفيلينو التوقيت ديالها 9:05 يعني ماشي واقفة في 9:05، هذا غير اللي عندي أنا، ممكن تكون طالعة 1 دقيقة، 2 دقائق، 3 دقائق، 4 دقائق، حتى شي واحد ما عارف. المهم أفيلينو موديل بي 9:05 اللي عندي أنا، راه غادي تكون الكوطة طالعة. فوجا 40 كونترا موديل لبي جوجات فيهم مدفوعين معطلات 9:17 الاخوان، واحد التوقيت اللي هو ما كاينش فشي عمل اخر 9:17 الاخوان. كذلك سوندريو كنتوصل كونترا الاخوان تاعي نخليها لكم ديال سوندريو، ولكن موديل السي. الناس كتسول على سوندريو، سوندريو كتواجد في الجهه ديال لومبارديا قريبه هي الميلانو، موديل السي فلاحه عقد عمل اللي هو موسمي ديال 9 شهور. الناس اللي كيجيو بعقود عمل موسمي ديال 9 شهور ديروا لا كونفرسيون، ديروا التغيير باش تاخذوا الوريقات ديالكم، ما تفرطوش في الوراق. انا نقول لك من هنا ضرب على راسك، تفاهم مع السيد اللي جايبك يبدل معاك، يدير معاك كونترا اخرى هنا يريقلك يبدل معاك باش تاخذ الوراق باش ما تندمش. سمعوا ديال 9 شهور ل 6 شهور ديروا لا كونفرسيون، فهمتوني اخوتي؟ الله يفرحكم كاملين. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، البارح بغيت نشاركها معكم، البارح حطيت لكم شاركت معكم كونترات 4 كونترات ديال فوجا، وقلت لكم ها هي فوجا كتخرج موديل سي، ودخلوا عندي يعني دخل واحد الولد حط واحد التعليق اللي ما كيعجبش، والحمد لله الناس اللي هما المتابعين ديالنا ردت الفعل ديالهم كانت ايجابيه، قالوا لي شوف ما تحطش هذا التعليق هذا اللي كان واحد الهضره اللي هي خايبه. قال المهم عيرني وبلوكيتهم، طبيعي الحال غادي نشوف الهضره خايبه رانا كنبلوكي، عيرني وبلوكيته. قال لك علاش كاين شي خدمه دابا قال لك كاين شي خدمه دابا، حقاش البارح كان فاتح ماي 1 شهر 5. وباش نبين لك انا بالله رانا توصلت بالكونترات من موقع وزاره الداخليه، ماشي مشينا للبريفيتورا ولا شي مكتب ديريكت، باش شوف البارح بزاف ديال الباترونات جاوهم ميساجات، جاوهم واحد الكومونيكاسيوني رسائل، دخل سبيد ديالك بالهويه الرقميه باش شوف اشنو عندك في موقع وزاره الداخليه. فاش دخلوا غادي نخلي لكم المسطره الاخوان والتاريخ ديال 1 في شهر 5 2023 فاتح ماي موقع وزاره الداخليه، عندك بوسيبيليتا وامكانيه انك تدخل وتهبط الكونترات اللي عندك. داكشي علاش شاركناهم معاكم البارحه الاخوان، لان في الموقع كاينه الخدمه، الموقع ما مسدودش، المكاتب مسدوده، فهمتوني؟ يعني هادشي اللي بغيت نوضح للناس اللي هما شافوا هذاك التعليق البارح وردوا على السيد، تنقول هذاك يعني الملقط سمحوا لي ولد الزنقه الصراحه، حقاش واحد التعليق اللي هو خايب بزاف هذاك التعليق. وباش نجاوب حتى انا الناس بان راه البارح راه ماشي حنا مشينا للبريفيتورا ولا شي مكتب، راه موقع وزاره الداخليه دخلوا الباترونات وهبطوا ولا داروا قاموا بتحميل ديال الكونترات وشاركوهم معنا،
وشاركناهم معاكم، والله يفرحكم كاملين. وحتى انا الله اللي غادي يجازيني على هذه المعلومات هذا والمجهود اللي داير معاكم وكنعطيكم في المعلومات الاخوه. الله يسهل عليكم كاملين، وراي معلومه ان شاء الله اليوم في العشيه غادي نتوصل بكونترات اخرين من عمالات اخرين جداد موديل بي ولا سي، وغادي نشاركهم معكم. كونوا هاني، كونترات راهم كيخرجوا على الجهد على الجهد على الجهد، فهمتوني يا اخوتي؟ يعني هادو حاليا اللي توصلت بهم، وراه باقي عندي في الماسنجر، خاصني ندخل ونشوف شنو عندي ثاني في الماسنجر. الناس اللي كترسل ليا كيقول لك دخول راه كاين كونترا هنا رسلها تنشاركوها معك، غادي نشاركها معكم. وعاد كيف ما قلت لكم، تهانينا الناس اللي دافعين في فوجا، توقيت 9:17 غادي نعاودها، 9:17 40 كونترا الاخوان، جوجات فيهم 9:17، وداكشي راكم عارفين التوقيت اللي هو راه مهم، لا ما نهضروا عليه بلا والو. دخل الكوطا يقلبوا الوثائق يعطيوك الكونترا ديالك، والله يسهل عليكم كاملين، والله يفرحكم، والله يفرحني حتى انا ان شاء الله. الله يعاونكم اخوتي.